الثنائية الجميلة وجدتها مع أحمد قاسم. أحمد قاسم، نعم. صح أنه مثلاً الأستاذ محمد مرشد ناجي كان في تنافس كبير بينه وبين أحمد قاسم. نعم. فأنا على الأقل كانوا يعتقدوا أنه من عائل الشيخ بوقف إلى جانب محمد مرشد ناجي. فأنا كان اتجاهي قاسمي، كنت أحب أحمد قاسم. نعم. حتى أستغرب. نعم. فأحمد قاسم لأنه بدأ يلحن لي ويغني لي، فقلت لعزم المرشد كمان. نعم. كتبت بالعامية أعطيتها لأستاذ مرشد، قال لي هذا من نوع الضعيف. فمثل أحمد قاسم لحنه الكلمات اللي تقول أغنية تغنيها صباح منصر الشك، أخاف منك ومن غلبي، أخاف لا ينتسي حبي، ولا أدري إيش يكون ذنبي سوى إخلاصي من قلبي، أخاف منك ومن غدرك ومن بسمة على ثغرك. المهم لحني أحمد قاسم وأعطاه صباح منصر. نعم. تغنيها. قلت يمكن يكتب الفصحى. يعني أكتب، كتبت أغنية بالفصحى وخليت الأستاذ محمد سعيد غرادة يطلع عليها، وكتب نعم. صالحة اللي هي سأحيا كل أيامي برغم البعد والهجران، وتحيا فيك أحلامي وفيها الشوق والحرمان، وذكرى حبنا تحيا ولهفة قلبي الظمآن تحن إليك في صمت لأني عاشق والهان. نعم طال بنا البعد وفيك الوقت وفيه الوهم والسهد وفيه الوقت والسهد وفيه الوهم يجمعنا بنار ما لها حد، وفيه الصمت يقتلنا مع الأيام يمتد، رياض قد هجرناها ولا زهر ولا ورد، وجرح يشعل النار ولا يبقى لنا وعد، إلى آخر الأغنية. قلت مدام فصحى قدمها للأستاذ غرادة. كنت قال لي هذا من النوع الذي لا يلحن. فين أجيله؟ قلت قصيدة صعبة الحكشة هذه السنة. أستاذ محمد غني لي. نعم. أعطتها المحسني لحنة لحمد علي قاسم يغنيها. سأحيا كل أيامي. نعم. لحنها بعدها جاءنا الفنان أباكو سكاريب، أجانا عتيق سكاريب كان زميلي في الدراسة في إيدن كوليج. نعم. قال لي اشتي أعمال لأبو بكر ابن عمي. نعم. أباكو سكاريب حبيت له أغنيتين. واحدة مش معقول، واحدة أنا في 66، واحدة يلي بعيد عني. أعطى مش معقول للمرشدي. نعم. شلّه لأنه جت من غيري، شلّه ولحنه. نعم. أعيش حبي بأشجاني بآلامي وحرماني، أعيش حبي بإحساسي بروحي وكل وجداني، أعيش في الدنيا إلى آخره. لحنها المرشدي السكاريب. نعم. قلتها لأنه جت من ند السكاريب، ما جت من الدينة. زي اللي قل لي ما بغني لك شلّه عبر آخرين. تعتقد ليش يعني؟ ليش؟ لأنه كان اتجاهي قاسمي، كنت أحب أحمد قاسم. على أساس أنه أنت يعني عامل ثنائية مع أحمد قاسم. الثانية الأغنية وفاجأ بأنه الشكاريب أعطاها لعلي أحمد قاوي. نفس الأغنية. الثانية أغنية يلي بعيد عني. القاوي شو بس على أخلاق كان موجودة، القاوي لحل الأغنية وشي غنيها. فقال مش معقول أغنيها دون ما إذن من المؤلف، أنا سلمتها من أبو بكر الشكاريب. فأقالي هو العزاني محمد صالح العزاني لبيتي في عام 66، وقال لي استلمت أغنية من الشكاريب ولحنتها، قال وأشتي أغنيها بس أشتي إذن منك. سمحت له. شوف العلاقة الجمال، يعني علاقة ودية يعني لحد احترام جميلة واحترام لحقوقك الأدبية. نعم. لحنها وغناها اللي هي لو تبعدك أيام بعيد. نعم. كثير مني. نعم. وتحولك أوهام تعذبني. نعم. بصبر على الآلام ومهما تجرحني. نعم. يلي بعيد عني. نعم. وبعدين حبيت له مجموعة من الأغنيات كثير. نعم. نعم. حبيت له ليش تزعل بس روحك، حبيت له بسم حسنك يا حبيبي عيني ما شافت مثيل. نعم. إيش أقول لك، إيش أوصف كل شيء في بك جميل. قلت له مجموعة من الأغاني.